نعم، هي هذه الزيارة هي بتعليمات ملكية أن تتم في أقرب وقت، وتعتبر هذه الزيارة الدبلوماسية هي زيارة تاريخية لما يشهده الأوضاع الجديدة أو العهد الجديد الذي دخله العراق. وزير الخارجية ناصر بوريطة وصف هذه الزيارة أيضا بالتاريخية، لأنها لأول مرة يزور مسؤول حكومي العراق منذ تقريبا عقدين، وهي أيضا لوزير خارجية يزور العراق منذ تقريبا ربع قرن. هناك مجموعة من الأهداف أو الثوابت المغربية التي دفعت إلى افتتاح سفارة مغربية في بغداد بعد 18 سنة، وأيضا تم نقلها منذ 6 سنوات إلى عمان بسبب الظروف الأمنية. هناك عدة ملفات طرحت خلال هذه الزيارة، وهي تثبيت وتعزيز العلاقات الثنائية ما بين الرباط وبغداد من ناحية التجارية والاقتصادية، وأيضا التعليم، وأيضا من ناحية الإنسانية بتسهيل الزيارات ما بين الشعبين الشقيقين، وهو ما طلبه العراق منذ عام أو مايو 2022 بسماح ل أو تسهيل الدخول العراقيين إلى المغرب. هناك أيضا تم تناول مجموعة من القضايا، وهي وأيضا القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط والملف الفلسطيني. المغرب يعني يدعم خيارات الشعب العراقي وأيضا سيادته وتحقيق الاستقرار داخل العراق. هناك نقاط أخرى تطرق إليها المسؤولين وزيري الخارجية المغربي وأيضا العراقي. نعم إكرام، دعينا نستطلع ذلك من زميلنا من بغداد مصطفى القطفاء. العراق في وحدته وسيادته المغربية. نعم.